السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم، فيديو جديد، نهار جديد. نتمنى ايمان اعجاب ديالكم بحال دائما. اليوم عندي اختي كاينه غير يا اختي ويا كراطوش الطابه، فيديو جديد مع الكراطوش الطابه. اختي ويا اختي ويا اختي، دابا انا بزاف ديال الشغالات اليوم، غير بزاف عادتي بزاف ما غادي دار اليوم، حيت اليوم تقريبا عندنا فينيسيون اللي هو تقريبا اصعب حاجه البنات. الفينيسيون الاخر عادتي صعيب بزاف بزاف، انك تفيني الخام، تفيني الدليج ديال الارض، هادشي كامل صراحه كيبغي شويه ديال الوقت. واليوم غادي نسيقو الدار هنايا، غادي نحكو الرخام واحد الحكه فعلا سابقه، غادي نحكو الجليج، المهم غندوزو على الحويطات حتى هما حيت الغبره تغبروا. ما بغاش يعيطو. اي راه حال السلام كبير، لاباس عليكم كبير، مع صحتك. سعدت نحيد شويه اخرى ما نقولش لكم، الحمد لله على كل حال. كيف لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه. نتمناكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وانتم راكم كاملين كاينين هنا، واللي كان غادي غادي يزيد وقال لك صافي ما بقاش كنرجع. لا لا، نتمنى تبقى الزياره ديالك باش يوصلك دائما كل جديد جديد ديالنا. وما نقولش لكم اليوم اخر مع صافي، خرجوا من الدنيا، خرجوا من الدخان، خرجوا من الصباغ واخيرا يعني صافي. دابا غادي نبداو هكا في الجميع في السياق وداك الشيء، وهانتوما معانا. المهم البنات هانتوما شوفوا، واخا مشاو العلمين وداك الشيء، ولكن كل شيء بقى هكا برون فوق البوطاجيات وفرحان كامل. البوطه خاصه تشطب، شوفوا كيف بقات، خاصه هادشي كامل يتحيد. هاد الشرايج مات، خاصهم حتى هما يتحكوا. كلشي جليج، عرفتي جليج راه رجع حالته بالغبره، يعني كلشي هادشي دابا غنصيفو معانا. خدينا الكابو البلدي، خدينا جابيل حيت مرخان يسالي الروح اللي باش باغا نحك زعما. هما اللي رخام ساكن نصحونا نديرو ليه هذا الصابو البلدي، قالك غادي يخرج زوين. داكشي علاش خدينا الصابون البلدي، طلعنا هاد ديال البوطاجي، يعني كلشي جديد مع الكوزينه جديده، خديت كلشي جديده. انتم تشوفوا فرحان، كلشي كلشي. البوطه باقا مازال لتحت، غنمسحوا لها ديك البلاصه ديالها باش ترجع. اللي فرحان تكون فرحتكم اختي اختي، راه تم الكراتو الشطابه جداد، هانتوما هانتوما جدادين. الارض توسخات ديال بصح باقي هادشي. دابا حنايا عاد واش غادي نديرو؟ هادشي يعني كلشي غادي يتحيد، كلشي غادي. شوفو الدوش هو باقي حالته، ان شاء الله نكملو كلشي هانتو. وعلى ارض هادشي خاصه ديال بصح الخدمه، يعني هادشي كلشي جديد وفي نفس الوقت. شوفو الجليج كيرجع حالته، هذا هو الفينيسيو اللي قلت لكم. شو دابا بحال هادشي ما خاصوش يبقى، يعني كلشي خاصنا نضرو. يلا نهار، يلا 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 يلا، واش غنبقاو نهضرو هنايا؟ يلا واش اختي غنبقاو نهضرو؟ شوف واش عليه الشيبس زيد، هادي اللي محمقة، شوف هادي اللي محمقة محمقة عالشادية. شوفو شوفو غنعوفو فيها سليطينة، شوفو شوفو هادي الشريزة حمقة. الله اختي شوفي شوفي، ولكن عاد هادي راه مزاقة ديال بزاف. أنا باقي صباع كاين الفوق، واش أنا من هنا ما شوفي 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 بغيت تشلبط فيا اختي، تشلبط وجو تشلبط معايا. ايوا هذا يلا Thank you.
هادي دابا غنبدا نحيد في داك الشيء في داك الصباغه الزائده والزوائد غادي نبدا نحيد فيه دابا وسخفان هاي هي سخفان ربما تما الفيديو يقدر يوصلكم مع الاخر ديال رمضان يقدر يوصلكم من رمضان 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 ولا في رمضان ما عرفتيش فيه عرفتي سخفان والله ولكن الحمد لله هاي عند الله ودابا خذي انتي اختي هذه كبيره ناخذها هذه نغسلها مزيان وغادي نبدا حيت الارض والصباغ وداك الشيء وغادي نبدا ونكمل معاها غناخذو هكا المطيب ها هو الخبز هذا كامل وناخذ الصابون البلدي حيت انا هذه الطريقه ديال الموس الصابون البلدي عارفه الزلي شط رجعتي شحال مي هنايا كنت نقول زعما غندير الزيت الساعه قال لي لا الا سيري الزيت غتخرجي عليه هذا النوع هذا النوع اللي فيه كحل البيض قال لي لا غديري الصابون البلدي غادي تدهنيه بالماء سخون وغادي تخليه انا غادي ندهنو واحد شويه بما هكا سيقنا وداكشي عاد باش نجي حتى هويا واخا الحيطه نصبو داكشي غنعوضو بواحد المسيحه ضروري مع نعبرو داكشي ضروري ها هو هاد الصابون البلدي غنصبو عليه واحد الكميه لي دابا اسابيع صافي وانا ندوزو على الدخان لا تركي تركي السكر سلطان عزاز تركي صافي ما هي نوضح طيب صافي وغادي نبدا بالقرايقه حتى نخرج هنا صافي وغادي نخليه قال لي انت نشاتيش غادي نخليه علاش غادي نحكو مزيان وديك الساعه نعوضو بشي معطر ولا شي حاجه اللي تبقى الريحه زوينه صافي وهاد الثوم معانا شوفوا هانتوما يعني راه كلشي تحب كلشي تنقى وقابل الحيوطه والشراجم يلاه طلع فيهم عويشه شراجم عرفتي عويشه مع ديالها كاين حلوه رفيقه هي اللي غتطلع عليهم تمسحهم كاملين وانا دابا غناخذ هاد السطن غنجمعو تاني في الماء سخون وهاد الكميه ديال الصابون البلدي وغادي نحكو بها الارض هاي صيقتها الصيقه الاولى ودابا غادي نحكوها يعني بالصابون البلدي وغنخليوها حتى ترقد مزيان وغادي نمشيو نحكو الدوش البيت وانتوما ان شاء الله اما بالنسبه للرخام رجع البنات هو هذاك يشعل عرفتي راه درنا ليه واحد الحكه ديال الصح وهاد الزلي جانكم شوفوا راه مش داير ها انتم قالت عيطت وجات قطعه من الصحن تبعتها وعمرات ثاني ها انتم يلاه شوف صافي بارك راه عمرات المهم غزالات بالنسبه لهنايا راه باقي خاوي طبيعي الحال ولكن زلتنا لتحت ها نتوما يعني الارض كلها مزلزله اه شفتوا هذا الصابون البلدي دابا دار ما صبرتش لي حتى يتنقى صح وقت يتنقى وانا ما صبرتش هذا نديرو ونخليه عاوتاني في الميه سخونه عاد باش نعوض ليه شوفوا انتوما معانا صافي غادي ندخلو هكا للدوش فوالي حشاكم شوفو هاد العيبات علينا شوفي شوفو 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 هايلي صراحة والله إلا تبدا تعمل هاد الشي شوفو 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 هاتي وليتي تلعبي هنايا
هانتوما التغذيه شوفوا حشاكم. هانتوما يلا ها هو الثاني غزال هذا الروبيني واعر واعر واعر. هذا ولي كنا مشينا عليه شحال من مره هو هذا الثوما يعني ها هنا غيصوب هو هنا شوف فينا دار ها هو الفوق يحك حتى الفوق ها شوف ها عملي عملي بزاف وصافي. دابا غنبدا نحك في الدوش نسيت راه تنبقى نلعب معاك غنحك الدوش وحنا نشوفو البنات. دابا من بعد ما ركبنا البالي ركبنا الفريزات ركبنا الشاجر قالت بوطا غادي يركبها دابا بابا جاب ليها هذا السيليكون باش كتلصق من الجناب هذا السيليكون وكي دار حتى للسريجة على حساب قالت ملي كيدخل لا حشرات لا حتى شي حاجه وجاب سكوتش حنايا راه درنا ليها هنايا بلاصتها تمسحات مزيان وتشطبات هايا. دابا غادي يركب ليها هاد التيو ديالها هانتوما هي حيت هذا وهاو البريز ديالها ودرنا ليها البريز هنايا راه شتو البريز ديالها هانتوما شوفو هاهي صراحة تغبرات دابا خصها تمسح شوف شوف كانوا كيقيسوا عليها صحاب رخام عاتي تغبر دير بصح شوف هذوك يرجعوا رجعوا حالتهم هانتوما خصها دابا تمسح مزيان اخويا ركب لينا هادشي مزيان ها ركب لينا هادشي مزيان ضروري ايوا ضروري ركب مزيان هادشي مفيش الا بالكاز هذا انتوما وليش كتحرك التليفون مارس تيو كاس خصو يشغل باش يدخل تما هي مزير تما صافي مزيان دابا وعاد شحال ماضيه من هنايا انا هي كنت بغيت نهزها عاتي راه كانت 70 من هنايا كاع تحل ليا مشى ليا من هنايا عاتي بحال ضربني شي زازوار ولا شي حاجه من هاد الميته هنايا البلاستيك غنديرو لها السيليكون ونرجعوها تركب عاد باش نرجعها تركب دابا جو ستيت صافي مزيان دابا نحيدوها دابا جات هي هاديك ياك جات قاع البنات هي هاديك صراحة هما لي رخام هما تبكرات حبيبي كيدير عطاني السيليكون الشراجم شكيفاه ليكم ولا لا المهم كندير السيليكون الشراجم نشوف شنو خاصني اي حاجه نعرف عليا البلاستيك خاص من هذه لي خاصو زوار رقيق تقطع لا هكا تبقى زعما هذا الفوقاني هذه باش كتكوبري على صافي انت دابا هادي باش نراسيها باش ندير السيليكون باش يجي باش يشد لينا البوطه زعما هاد اللصقه هاد اللصقه باش ندوز واحد الخط مقاد نيشان يلاه مع المزيد تراسيتو خدمه متقون هادي يلاه سير شوفوا بابا تما هذا هو جهدنا على الكوزينة ديال اليوتيوب كوزينة اليوتيوب هو جهدنا على نورا دم النوم
هو واحد خالاته هو كيتمحل ويعني عرفتي حبيبي مسكين بزاف لاسكوش مسكين كيدير سيدي كول دابا حبيبي ماشي تما بزاف راه انا شوفوا هاد الدقنا خوينا عليهم ميها حيت تغطروا بزاف واش نحطهم انا هنا تا هي خصها واحد المسحانيد دابا ديال بصح من الاحسن يتغسلوا صافي صافي شتي دابا خرج من الجنة دابا نحيدو هذاك السكوتش لا ما يصيرش فين لا لا تحيدوش خلي السكوتش خلي السكوتش لا لا ما خليتش ندير واحد السيليكون وندير الجيم هذا بلايص هنايا لا تحيد حيت الا خليتي سميتو غادي تسال لا ولا عادي ها عرفتي مصطفى خلي له بزاف هاري 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 تكتم جاية تخلي بحالك مزيانة صاحبي ولا تبعو انت كيما تحيدو غادي تسال بصح ما غاديش يبقى هو نهائيا غادي يدخل تحت البوطه هاد السيليكون كيحبس اي حاجه تدخل هكا للبوطه كيخلوه الصراحه مزيانه كيبغي يركب بوطه قصري ضروري يدير هاد السيليكون باش ما حتى حاجه ما الغبره صافي ما كتبقاش تدخل ما تدوش حتى نقطه الماء الماء لا دابا غادي نحيدو السكوتش هانتوما والله حتى جات مفينيا هانتوما يلا فيني نشوف هانتوما وفي نفس الوقت تحت منها راه كامل دار بالسيليكون شتو شدي ليا من هاد الوقت ديالكم نمسحها شويه هكا هانتوما خارج داكشي لي زايد هادي راه ليغا سبيسيال ديال هاد المسيح ديال البوطات ديال السيليكون لا لا عاد راه راه تقشير هادي راه رطبة شفتو كيف كتجي ايوا سيدي صافي دابا هادي لاصقة حادة هادي سكرتاس لأن الله طيبين عليها هذا الفطور هادي كنمشي وجبة تكون ناضية ان شاء الله دابا خصك تمسح انت ولا تعزعيها لا والو ممنوع تعزعيها يا صافي خلي داكشي سبحان الله ما تسكر هو ممنوع كيف كان غادي يلا وطلعنا مصطفى هكا نكملو يوصلكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد كيف العاده مح عليكم انتم كاملين كاينين هنا واخا ما تشوفونيش غتعرفوني كاينين ان شاء الله فيديو جديد مع هذا